صباح الخير أصلي خانو. صباح النور هوليا، ليش عزبتي حالك هيك؟ شكراً، ما كان في داعي تتعذبي. لا عذاب ولا شي، كل شي بيهمنا تكوني بخير، لهيك لازم ما تتحركي. يا ريت النوم والسرير بيقدروا يكونوا هن العلاج. تسمحي لي فوت؟ طبعاً جوليدا، جيتي بوقتك، يلا تعالي نفطر سوا. صحة وهنا. صباح الخير. صباح النور. مبارح ما قدرت نام أبداً وقضيت الليلة كلها وأنا عم بتقلب بالتخت لحالي، كنت مخنوقة. المشكلة اللي صارت بينكم كانت بسببي. قليل شو صار مبارح؟ نمتوا بعاد عن بعض ما هيك؟ شو يلي عملتوا؟ كملتوا الخناقة بالغرفة؟ ولا أخي فرهاد راح وتركك؟ يا بنت أنتي ما بتاخدي نفس؟ آسفة، كتير متوترة اليوم، لأنه بعرف أنه كل شي صار بيناتكم كان بسببي. عن جد بعتذر. خالتي رح تضلوا مع بعض ما هيك؟ لو بدنا نترك بعض كنا تركنا من وقت طويل كتير يا بنت، يعني بظن ما بقى في شي ممكن يفرقنا. عن جد ما بعرف لوين رح نوصل. يعني شو صار بيناتكم بالنتيجة؟ حكينا كتير، صرخنا شوي، تخانقنا، وبالأخير فرهاد يا بيجمع شجاعته وبيحكي كل شي صار، يا أما ما بيحكي شي، المشكلة عنده. ليش عم تحكي بالألغاز خالتي؟ قلي لي شو قررتوا بعدين، لشو وصلتوا؟ أنتي ما تشغلي بالك، لأنه المشكلة ما صارت من وراكي أنتي، تمام؟ يلا كلي لك لقمة، يلا يا بنت. رح أستنى. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا ابني. شكرا. تفضل أقعد. فينا نقعد هنيك؟ طبعا طبعا، تفضل، ناولنا كاستين شاي حبيبي. أي والله. يا عمي صمد، امبارح ما قدرت اجي اشوفك مع انه كان بدي. بسيطة يا ابني، ليك نلتقينا سوا. أنا ما بعرف ليش وقت بشوفك بتذكر أبوك الله يرحمه وعلى عينه، أنت مثل ابني. شكرا شكرا. مبارح قلت إنه أبي ما كان مبسوط بآخر فترة، كان متضايق من شي، وإنه قلقان وقلبه حاسه. أي يا ابني، لأنه في شخص صار يضايق أبوك بآخر فترة. تفضل. ولهيك كان خايف. يسلم ايديك. قبل ما يتوفى أبوك حكالي عنه. مين هالزلمة؟ أنت مو كان عندك قرايب عمره حوالي 40 سنة؟ مين بتقصد؟ خالك أو هيك بتذكر يا ابني. نامق أمير خان؟ أيوة مزبوط، هيك كان اسمه، نامق. نامق كان ما عم يترك أبوك أبدا، وأبوك ما كان مرتاح له وعانى من ضغط كبير منه، كان يوتره على طول وخاصة بآخر يوم. ما بعرف شو كانوا عم يحكوا وقتها، بعدين راح الزلمة وأبوك إجا فورا على محلي، كان معصب ورح ينفجر، كانت كأنه هموم الدنيا كلها على راسه، عروق جبينه كانوا طالعين لدرجة بتحس للحظة أنه رح تنفجر كلياتها. شو كان بده نامق؟ شو كان بده من أبي؟ والله ما بعرف يا ابني، بس كأني سمعت كان عم يحكي عن أماني عند أبوك أو هيك شي، بس أبوك قال له لو بموت ما بعطيك إياها أبدا. تخانقوا كرمال الأمانة؟ إيه يا ابني، إيه هددوا وحكى حكي فاضي، نامق ما ترك شي بشع إلا قاله، من بعد راح فورا. مر أسبوع بعد الحادثة وفجأة إجا هداك الحقير وأوصوا لأبوك المسكين. عشنا أيام حلوة مع بعضنا الله يرحمه، إن شاء الله ما كانوا الجنة. آمين. يعني هذا نامق إجا لعنده وطلب الأمانة من أبي، بابا رفض بوقتها لهيك هدده، وبعدها بأسبوع انقتل مزبوط؟ أي مزبوط يا ابني، وكأنه القاتل بيعرف نجدت، أول ما شافه أوصه. Thank you.
أخي؟ مو هلا. هوليا. نعم. أصلي وينها؟ بغرفتها فرهاد بيك. يلا أنت اطلعي لبرا. فوراً أخي فرهاد. حتى بنت أختي صارت مجندة بجيشك؟ برافو. يلا البسي بدنا نروح. لوين؟ أنا ما بدي أطلع أبداً، حابة ضل بالبيت حتى ما جاي على بالي أطلع من الغرفة اليوم. يلا قلي لوين؟ حتى لو قلت ما رح أعرف إذا مزبوط، بس يعني حابة إنه تقلي. بتعرفيني منيح. خلينا نشوف، فرهاد بيك أكيد مجهز مفاجأة غير شكل. يلا حبيبي رح نروح فوراً لحتى نغسل إيديك ووشك. تعالي معي أنتي. طيب جاي معك. يلا يلا حبيبي. كيفك أمي؟ أهلين يجيت ابني، أنتو بخير؟ إيه بخير، كل أمورنا منيحة. ما فيني أحكي كثير، بدي أسألك سؤال واحد وبس. نامق أمير خان وأبي؟ كمل. قصدي نامق أمير خان، في شي مشكلة صارت بينه وبين أبي؟ يعني هو تخانق شي مع أبي قبل ما يموت؟ ليش عم تسأل مثل هيك سؤال؟ شو عم يدور براسك ابني؟ يا ريت تجاوبيني على سؤالي وبسرعة. صار شي خناقة بينه وبين أبي قبل ما يموت؟ لا لا، لشو يتخانقوا ابني؟ وقتها ما كانوا يلتقوا أبداً. ما يلتقوا أبداً؟ يجيت خير، شو صاير؟ ليش عم تنكش بقصص الماضي هلأ؟ اللي صار صار وما بقى في فايدة. ايه الحق معك، يلي صار صار وما في فايدة. ما تواخذيني إذا ضايقتك بخاطرك. شو هالحكي ابني، شو ضايقتني؟ الله يكون معك. يمكن مرت القصة بالنسبة إليك، بس ما رح تمر بالنسبة إلي يا أمي. بابا؟ على فكرة اليوم أكلنا كتير فواكه بالشارع. ايه برافو عليك، ممتاز. أنا حبيت هالمكان كتير، خلينا فيه ما بدي نسافر. حبيته لكان؟ طيب يا ابني منفكر بعدين منحكي. قال طلبت تشوفني نامق؟ اي نعم اختي، تفضلي عادي. ان شاء الله خير اخي. والله مو كتير خير، فيلدان طلعت شافت جنيد. انت متأكد؟ اختي ما بتمروا علي هي الحركات. فرهاد شافهم سوا بمطعم، أوزقي كانت مع فيلدان كمان، وراحت هي وياها لتشوف زوجها. فرهاد شافهم مع بعض؟ أي، وبعدها أخذ بنتك على جنب وحكى معها وقالت أنه أنت بعتيها تشوف جنيد بالسر. شو أختي؟ لا تكوني أنت الجاسوسة. معقول انت عم تساعدي هالكلب يخرب عيلتنا؟ نامق روق، لازم تسمع وجهة نظري. القصة مو هيك ابدا، من زمان ما شفت وشه لهالحقير ولا سمعت صوته بإذني بالمرة. من كم يوم اتصل فيني من رقم غريب وما عرفت مين عم بيتصل، مشان هيك فتحت الخط. كان عم بيبكي ويقول بده يشوف بنته، صار يترجاني انه وافق وقال لي رح يتوب. كمان انا ام يا نامق، وحالة حفيدتي مو منيحة بنوب، لهيك زعلت. الصغيرة صارت ما تاكل ولا تشرب شي، همها انه تشوف ابوها وبس. كل هذا مشان البنت يعني، مو منشان شي تاني ما هيك؟ يا ريت انشل اذا كنت ناوي على غير هالشي. كيف بتفكر فيني هيك اصلا؟ اذا انت بتكرهه لهالحقير وما بتحب تشوفه ابدا، فانا بتمنى انه يموت. الله ينتقم منه شو طلع حقير، هذا واحد ما عنده أخلاق.
كمان أنت بتعرف فيلدان منيح، هي ما بتعرف تربي بنتها، وإذا غاب أبوها للبنت كمان شو بصير؟ الله يعينها. كل يوم في قصة بالأخبار، ونصاً عن الأولاد الله يستر أوزجي، مو ناقصة أبداً. بدنا نضل طول النهار هيك بالسيارة؟ أنت ما عم بتقول شي بنوب ولا عم تقبل تقلي لوين رح نروح؟ قربنا نوصل. طيب بس لوين بدنا نروح؟ أصلي سكتي. عم قلك لوين بدنا نروح فرهاد، بس جاوبني. طيب وأنا عم قلك إنه تسكتي. ليش لحتى أسكت يعني؟ أنت ما بقى فيك تاخدني وين ما بدك وإمتى ما بدك، وكمان أنا ما بقى أقبل أسكت وقت أنت بتقلي سكتي.